بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 69 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل خالد ألف ألف من جدة، يقول في هذا السؤال: كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، سنة مؤكدة عند الجمهور. بعض العلماء يرى أنها واجبة، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، يخرجون لها من البلد إلى الصحراء ويصلون صلاة العيد في هذا اليوم المبارك الذي هو عيد الفطر بعد أداء الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وفي عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة الذي هو أيضا الحج ركن من أركان الإسلام، وكلها تأتي بعد أداء ركن من أركان الإسلام، وفيها شكر لله سبحانه وتقرب إليه للعبادة. وصفتها أن الإمام يخرج ويصلي بهم ركعتين، ثم يخطب خطبتين يعظهم ويذكرهم ويبين لهم الأحكام الشرعية ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه من النصائح والمواعظ والأحكام الشرعية. هذه هي صلاة العيد. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل في سؤاله الثاني عن حكم المحافظة على صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر، هل هو مطابق للسنة وذلك على مدار السنة؟ نعم، جاء الحديث في أن من صلى 4 قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه 4 ليست راتبة، لأن العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، وإنما هي من النفل المطلق، والمحافظة عليها فيه خير كثير عملا بالسنة الواردة. نعم. عاطف مقيم في جدة يقول: متى تسقط قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ومن تركها فهل صلاته صحيحة لأن المستمع كالقارئ، وما هو الراجح في ذلك؟ قراءة الفاتحة في الصلاة لا بد منها، وهي ركن من أركان الصلاة على الإمام وعلى المنفرد، لا تصح الصلاة بدونها. أما المأموم فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح أنه يقرأها في سكتات الإمام إذا تمكن من ذلك، وأما إذا كان الإمام يجهر ولا يفصل ولا يدع للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة فإنها تسقط عنه. كذلك لو جاء والإمام راكع إنه يركع معه ويكون مدركا للركعة، تسقط عنه قراءة الفاتحة. نعم. يسأل يا شيخ عن صحة حديث، إكمالا لهذا السؤال السابق: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نعم، هذا هو الدليل على أن الفاتحة لا تجب على المأموم، وإنما تكفي قراءة الإمام. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية نزلت في الصلاة، لأن المأموم لا يقرأ والإمام يقرأ، يجهر بل يستمع وينصت لذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول في آخر أسئلة الشيخ: بعض الطائفين في الحرم يتحدث مع من بجانبه وهم يطوفون بالبيت العتيق، يتحدثون بأمور الدنيا، فهل الطواف يجزي في هذه الحالة؟ نعم، الطواف يجزي ولو لم يدعو أو تحدث في أثناء الأشواط، هذا مباح كما جاء في الأثر: طواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. الكلام في الطواف جائز، والأفضل أن الإنسان يشتغل بالذكر والدعاء، وإذا تكلم مع من بجانبه أو سأله أو ما أشبه ذلك فلا بس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: بالنسبة يا فضيلة الشيخ لقطع الطواف لفترة قصيرة، ف
ثم استئنافه كأن يطوف 4 أشواط ثم يستريح ثم يكمل الباقي. إذا كان محتاجا للراحة أن يكون ضعيفا أو مريضا ويحتاج إلى الراحة طواف ثم يكمل فلا بأس بذلك. أما إذا كان لم يكن محتاجا إلى الراحة وهو قوي فهذا خلاف الأولى والأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة تقول: أود من فضيلتكم أن تفيدوني في سؤالي، وهو أنني تزوجت وأنا في السنة 15 من عمري، وكنت قبل الزواج بسنتين أو 3 أصوم رمضان، ولكنني لا أقضي ما علي من قضاء. أنا في ذلك الحين لا أعرف شيء عن الأحكام الشرعية، ولا أحد من أهلي قام بنصيحتي وإرشادي من الأقارب مأجورين. إذا بلغ الصغير ذكرا كان أو أنثى وجب عليه الصيام والصلاة والواجبات، ومن ذلك الصيام. فإذا كنت تركت شيئا من الصيام بعد البلوغ، صيام رمضان تركت سواء للحيض أو جهلا منك أفطرت، فالواجب المبادرة بالقضاء، لأن القضاء باق في ذمتك ولو طال الزمن لا يسقط من ذمتك. فعليك بالمبادرة مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم. أبو ركان أرسل بمجموعة من الأسئلة لهذا البرنامج، يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق في ذبح الفدية في مكة أو في البلد الذي أسكن فيه؟ لأنه قد لا يكون معي نقود لذبحها في مكة، وضحوا لنا ذلك مأجورين. لا تذبح الفدية إلا في الحرم، داخل الحرم، يعني لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. ولا يجوز ذبحها خارج الحرم ولا تجزي. ذبحها خارج الحرم فإنها لا تجزي، سواء كانت واجبة أو تطوع. نعم. يقول الشيخ: حجيت الفريضة. وإذا لم يكن معك نقود وأنت في الحرم وليس معك نقود فإنك تصوم 10 أيام، كما قال الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حجيت الفريضة وقد استلفت تكاليف هذه الحجة، وحتى الآن لم أسدد كامل هذه التكاليف لظروف المالية، سددت البعض وبقي البعض نظرا لظروف التي أمر بها، هل تجزي عن حجة الإسلام؟ ليس على الإنسان أن يقترض ولا أن يستدين من أجل الحج، هذا لم يأمر الله به، لكن ما دمت فعلت هذا واستدنت حجك صحيح، وتسدد الدين الذي عليك وحجك صحيح إن شاء الله ولو تأخر التسديد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله ألف من الرياض يقول: ما حكم بيع الحراج وهو عبارة عن بيع الأثاث بالجملة والحراج عليه، ويقوم البعض بالمزاد، هذا يزود وهذا يزود من جهة أخرى، وهذا الحراج مفتوح لجميع الجمهور؟ الشيخ، هذا شيء طيب، النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، فالحراج لأجل طلب المزيد في ثمن السلعة هذا لا بأس به وأمر مطلوب ولا حرج فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل محمد يقول: جزيتم خيرا، نود نصيحة يا شيخ لأصحاب المحلات التجارية حيث يكتبون على أكياسها أسماء تحتوي على لفظ الجلالة وترمى في الشوارع والقمامة وتستخدم فيما لا يليق، وكذلك في أوراق الدعايات، مأجورين؟ إذا لم يكن هذا مقصودا، إذا لم يكن كتابة الاسم الكريم من أسماء الله مقصودا وإنما كتب لأجل الحاجة فلا بأس بذلك، أما إذا قصد الإهانة هذا لا يجوز، هذا قد يصل إلى الردة والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلة الشيخ هذا السائل عن حكم الصلاة في المسجد المغصوب، الأرض المغصوبة التي أقيم عليها مسجد. لا يجوز الغصب. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا، من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فغصب الأرض وغيرها من الأموال لا يجوز إلا بطيبة من نفس صاحب المال. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. الأرض المغصوبة لا تجوز الصلاة فيها، لأن هذا استعمال للأرض بغير رضا صاحبها. قد اختلف العلماء لو فعل صلى، فعلى كل حال هذا يحرم، لكن هل تصح الصلاة أو لا هذا محل خلاف.
بين العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، الأخت السائلة لولو من عنيزة، يوم الجمعة يوم عظيم وفهو عيد المسلمين، هل يجوز صيام هذا اليوم؟ وأنا أعرف أنه لا يجوز تقصير صيام الجمعة أو إفراده بذلك، ولكن أصوم قبله يوم الخميس، فهل يجوز لي ذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم. لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصوم لصحة الحديث في ذلك، أما إذا صامه تبعا لغيره، يعني يصوم قبله يوم أو بعده يوم ويكون يوم الجمعة تابعا وليس مقصودا، فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، في أذكار المساء والصباح هل يكفي مثلا أمسينا أصبحنا مثلا مرة واحدة صباحا ومساء، وما هي الأذكار التي تكرر؟ ما يكفي قولة أمسينا وأصبحنا، بل يقول أمسينا وأمسى الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم ما أصبح بي من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. وكذلك يقوله في المساء أربع مرات، الصباح والمساء، ويأتي بما تيسر له من الأذكار والتهليل والتكبير والتحميد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، شيخ أكرمكم الله وجزاكم خيرا، فيه محل تجاري تحل زكاته في 1/5/1430 هجرية، هل يجوز إخراجه في رمضان علما بأن يكون قد طوف الزكاة 5 شهور؟ إذا وجبت الزكاة بتمام الحول فلا يجوز تأخيرها، بل تخرج في الحال، لأن الله أمر بإيتاء الزكاة والأمر للفورية، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر، إما لأنه غير قادر على إخراجها في الوقت الحاضر، ليس عنده مبلغ يغطي الزكاة، أو ليس عنده مبلغ أصلا، لا يجوز أن يؤخرها وتكون دينا في ذمته، وكذلك إذا أخرها انتظارا لمن هم أشد حاجة من الناس، فإذا كان تأخيرها لعذر شرعي فلا بأس بذلك، أما تأخيرها من غير عذر شرعي فلا يجوز. نعم. أبو عاصم أرسل بمجموعة من الأسئلة عن العمرة، يقول من سافر من بلده الرياض إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة؟ لا، إذا كان أثناء سفره من الرياض أو من غيره ناويا للعمرة فإنه يحرم من الميقات، ولو كان له حاجة في جدة ويذهب إليها يذهب وهو محرم، يذهب إلى جدة وهو محرم ولا يدخل من المواقيت وهو غير محرم، قوله صلى الله عليه وسلم المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من يريد الحج أو العمرة. نعم. أبو عاصم يقول بالنسبة للاغتسال للمحرم بعد لبس الإحرام ما حكمه؟ لا بأس بذلك، يغتسل المحرم للتبرد أو إلى أصابه احتلام وجنابة من الاحتلام أو لإزالة العرق أو للتنظف، لا بأس أن يغتسل. نعم. يقول صلاة الإحرام هل له صلاة تخصه، وما حكم من صلى ركعتين بعد الإحرام؟ الصحيح أنه ليس له صلاة تخصه لعدم الدليل على ذلك، ولكن الأفضل أن يكون بعد فريضة، إذا كان صلاة الفريضة قريبة ينتظر، وإذا صلى الفريضة يحرم بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحرم بغير صلاة فإحرامه صحيح. نعم. أخيرا يقول الشيخ، وإن صلى ركعتين فلا بأس، لا يمنع من ذلك. نعم. أخيرا يقول، من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة وأحرم بالحج من أبيار علي هل يكون متمتعا؟ إن كان من أهل المدينة فإنه لا يكون متمتعا، لأنه رجع إلى بلده بين الحج والعمرة، أما إذا كان من غير أهل المدينة فإنه يبقى على الصحيح، يبقى تمتعه بالعمرة إلى الحج. نعم. أخيرا يقول، في التلبية يا شيخ التي نرددها في الحج أو العمرة، هل هي الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لها صيغ أخرى؟ لم يذكر ماذا يقولون حتى نحكم عليه، لكن التلبية المشروعة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وإن أتى بصيغ أخرى فلا بأس بذلك، أو ذكر الله عز وجل فيما بين التلبيات. نعم.
أشرف علي يقول: زوجتي سوف تأتي إن شاء الله لأداء العمرة، وأنا مقيم في المملكة منذ أكثر من عامين ولم أرى زوجتي، وأخشى عند رؤيتي لها قبل أداء العمرة أن يكون هناك شيء من جماع أو في مقدماته، فإن حصل ذلك فهل يفسد الإحرام ويلزمنا إحرام جديد ويكون هناك هدي؟ نعم، لا شك أنه إذا حصل جماع بعد الإحرام بالحج أو العمرة قبل أداء المناسك أن النسك يفسد ويلزم قضاءه ويلزم فدية أيضا، فعليك أن تبتعد عن هذا الأمر. نعم. يقول: بالنسبة للمحرم هل له أن يمشط شعره إذا كان كثيفا شيخ؟ لا بأس بذلك أن يمشط شعره بالمشط، لكن يرفق لئلا يتساقط منه شعر. نعم. أبو إبراهيم أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: أنا شاب في 25 من العمر، أرغب في الزواج من فتاة، ولكن شقيقي قد رضع من أختها، هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟ ما دمت أنت لم ترضع فلا بأس بذلك، ولا يحرمها عليك رضع أخيك من أختها. نعم. يقول: يا شيخ، ما حكم من قال في حالة غضب شديد لم يتمالك نفسه عندما خرجت من لسانه، حيث قال لزوجته إثر شجار بينهم: أنت مثل أمي أو مثل أختي، ثم ندم ويريد أن يكفر عن هذه الألفاظ؟ عليه أن يرجع إلى المحكمة الشرعية، يرجع إلى القاضي في المحكمة الشرعية. جزاكم الله خيرا. يقول شيخ، هذه الأخت من مكة المكرمة، امرأة ذهبت إلى فرح وعند دخولها تعطرت وبقي هذا العطر في ملابسها، وعند انتهاء الفرح ذهبت إلى منزلها مع السائق، وبعد ذلك استحمت بعدها، هل فعلها جائز أم ماذا عليها؟ هذه فعلت محرمين، المحرم الأول ركوبها مع السائق وحدها، هذا لا يجوز، هذه خلوة محرمة، لا يجوز للمرأة أن تركب مع السائق الذي ليس محرما لها وحدها، ما خلا رجل امرأة إلا كان ثالثهما الشيطة. والمعصية الثانية التعطر عند الخروج، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن استعمال العطر عند الخروج، ووصف التي تتعطر عند خروجها لأجل الرائحة وشم الرائحة منها العطر أنها زانية، بمعنى أنها عاصية، لأن الزنا يختلف، منه زنا الفرج ومنه زنا العين ومنه زنا الأعضاء. على كل حال هذا أمر محرم، ولا يجوز لها أن تتعطر عند الخروج، بل تخرج متسترة وبثياب غير زينة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني لا تزين باللباس أو الحلي أو غير ذلك مما يغري بالمرأة. نعم. جزاكم الله خيرا. في السؤال الثاني تقول: عند أدائي لإحدى الصلوات توضأت ثم فرشت أسناني بالسواك وخرج شيء بسيط من الدم، فهل أعيد وضوئي؟ لا، لا تعيد الوضوء، الدم اليسير لا ينقض الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو بركة يقول: في الحديث شيخ، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هل المراد بالقوة قوة الجسد؟ فنحن نرى أشخاص أبدانهم ضعيفة ويقومون بأعمال خيرية وصلوات وعبادات تفوق الأقوياء. المراد بالقوة قوة الإيمان، المؤمن القوي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف في إيمانه، وقد يتناول هذا قوة البدن، إذا اجتمع قوة الإيمان وقوة البدن لا شك أن هذا فيه خير كثير. نعم. له فقرة أخرى يقول: ما الأثار المترتبة على أكل مال الربا، وكيف تكون التوبة منه؟ التوبة من إلى الله عز وجل أن يترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يترك الربا ولا يتعامل به، هذه التوبة إلى الله من الربا. وأما الوعيد فهو شديد، قال الله جل وعلا: فإن لم تفعلوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي محارب لله ولرسوله ومستحق للعنة، قد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فآكل الربا ملعون والمتعاونون معه، ولو لم يأكلوا الربا وإنما تعاونوا معه على أكل الربا فإنه على أكله الربا فإنهم ملعونون، كما في الحديث الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يستفسر أيضا عن كتاب شيخ،
يقول ما رأيكم في كتاب الجامع الصغير للسيوطي؟ كتاب جيد لأنه معجم على الحروف، وهو مأخوذ من الجامع الكبير الذي هو جمع الجوامع، هو جامع للأحاديث، قد يكون منها الضعيف وقد يكون منها الصحيح وقد يكون منها الموضوع، ومهمته الجمع. ثم العالم ينظر بعد ذلك في هذا الحديث وفي سنده وفي كلام أهل العلم عليه. نعم. أخيرا يقول الشيخ، ما حكم كثرة الشك في الطهارة وخصوصا عند الوضوء؟ إذا شك وهو يتوضأ ولم يكن هذا من الوسواس، أولا نفرق بين الوسواس والشك، إذا كان هذا من باب الوسواس فإنه يتركه ولا يلتفت إليه، أما إذا كان هذا الشك ليس وسواسا فإنه يبني على اليقين، إذا شك هل غسل وجهه أو لا، أو شك هل تمضمض أو لا في أثناء الوضوء، فإنه يأتي بما شك فيه ويخرج من ذلك باليقين، أما إذا شك بعد تمام الوضوء وانتهائه حصل عنده شك فلا يلتفت إليه، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر. نعم. هذا السائل مصري أبو هشام يقول، صلاة المريض يا شيخ إذا كان إلى غير القبلة ولا يمكن تحويله إلى القبلة لأن عليه أجهزة على صدره ورأسه ولا يستطيع القيام، هل يصلي إلى غير القبلة على استطاعته؟ نعم يصلي إلى غير القبلة إذا لم يستطع استقبال القبلة ويسقط عنه ذلك، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه الذي لا يقدر على استقبال القبلة أو أخطأ في استقبالها وبعد الاجتهاد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه السائلة تقول، دخول المرأة بالحلي إلى دورة المياه وقد كتبت عليها لفظ الجلالة، ما حكمه شيخ؟ يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله، يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله، عليها أن تخلع هذا الشيء، هذا الملبوس. نعم. أخيرا الأخت تقول، ما حكم شيخ من يقرأ القرآن على المريض بسورة ياسين، هل هو هذا جائز أم لا؟ هذا لم يرد، إنما ورد في حديث ضعيف أن سورة ياسين تقرأ على المحتضر، والحديث في هذا ضعيف لا يثبت به حكم شرعي. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تفضلكم بالاستماع إلى هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ويتجدد اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.